ورجعنا لكم بعد الفاصل مرة تانية مع أهم فقرة في البرنامج، وإن شاء الله هيكون لنا فقرة خاصة بالمحافظات، كل حلقة هيكون فيها محافظة معينة. طبعا أنا في البداية حابب أتكلم عن الجهود المبذولة داخل محافظة أسيوط، جهود كبيرة جدا تشهدها محافظة أسيوط منذ تولي اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ لأسيوط. وطبعا ده خلال الأيام الماضية كانت هناك العديد من الأحداث المختلفة هنتكلم عنها دلوقتي التي جرت على أرض المحافظة، أردنا أن نسلط عليها الضوء ونضع أيدينا على بعض تفاصيل تلك الجهود. في الحقيقة معالي المحافظ، من وقت ما استلم المحافظة احنا شايفين ان في اخبار جديدة جدا في محافظته، وطبعا يعني في اشياء جديدة وكبيرة فعلها من زيارات للمستشفيات وتفتيش على الاسواق واستكمال للمشروعات، وطبعا كانت هذه المشروعات متوقفة منذ سنين. فطبعا في مجهودات كبيرة جدا لمحافظ اسيوط، لكن حابب اتكلم معه. طيب ومعنا اتصال مهم جدا، سيادة المحافظ أسيوط المحترم اللواء هشام أبو النصر. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، أهلا بيك. طيب في البداية يعني المحافظة كانت بتحتفل بيوم الصم العالمي بماراثون رائع تحت رعاياتكم، حضرتك كرمت عدد كبير منهم، ممكن حضرتك تكون نبذة عن هذا الموضوع؟ الحقيقة التكريم ده هو تكريم لينا احنا، مش تكريم ليهم هم بالظبط، وده من ضمن يعني خطة الدولة لتنمية قدرات شباب الدولة كله بكافة قطاعاته وعلى رأسهم ذوي الهمم، وده متماشي برضو مع برنامج بداية اللي فقامة السيد الرئيس بيطرحه وبيتبناه لتقدم بالدولة ومشروعات الدولة وشباب الدولة. تمام. فكان لازم طبعا ان احنا نكرم ولادنا وان احنا ندعمهم ونحسسهم ان هم جزء لا يتجزأ من وطننا. صحيح. طيب سعادة اللواء، اثناء جولاتك التفقدية لسوق الخضار والفاكهة وجهت معاليك لضبط الاسعار، حدثني عن هذا الامر. المحافظ لازم يكون حاسس بنبض الشارع والمواطن، لازم يكون متواجد وسط الأسواق وسط المواطنين ويشجع التجار على تحقيق المكاسب البسيطة وخفض الأسعار ويدعمهم بالإمكانيات اللي تخلي التجار تستفيد من المزارعين مباشرة بحيث تحقق الربحية المعقولة للمواطن. في نفس الوقت لازم يشعر بوجود رقابة متواجدة 24 ساعة معاه، ولازم يحس ان المسؤولين في الدولة موجودين وسط السوق وسط المواطنين، حاسين بنبض المواطنين وحاسين بنبض التاجر. احنا مش ضد التاجر، لكن احنا ضد الجشع وضد الطمع. بالضبط بالضبط. شكرا 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 كبيرا لمعالي المحافظ محافظ اسيوط اللواء هشام ابو النصر على هذه المداخلة، وطبعا في نهاية الحلقة أشكركم جميعا وانتظرونا في حلقات قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.